عم تزبط يعني؟ أستاذ مالك أنا آسفة بعرف أنه تأخرت بس كل شيء ولا حرف خلص. شو جاي عبالك تشربي؟ بدك تشرب شيء أنا بروح بزبلق. كون رفيق قليل ذوق إذا خليتك تروحي. سبقيني على الطاولة راجع. رفيق؟ قال رفيق؟ هلا أنا سمعته قال رفيق. طالعة بتجنن. شكرا. واو. يا ترى في اسرقك شوي ونرقص أنا وياكي قبل ما يجي الجنتلمان المهذب ويسرقك مني؟ ترقص معي أنا؟ لما بتعرف ترقصي؟ لا بلا، أكيد بعرف أرقص. يلا. خلينا نرقص. أكيد ما فيني أرفض طلب لصبية حلوة مثلك، تفضلي. شو رأيك نبدل مالك؟ لا، نحن مبسوطين سوا. ما عليه ما نبدل. صح، المعلم فيصل بعت لك معي رسالة قال بيقول لك بلش الهوى يهب حواليك. وانا هيك حاسس. في هوا جاي. هوا شو؟ انا شايفه انه الطقس كثير حلو. معقول تصير عاصفه؟ عاصفه قويه كثير. ليكني هون قدامك. يي ليكني هون، معقول ما شفتني؟ شفتك بس عم بمزح. يلا جا. لوك يا سما منك جاية؟ بلا بلا ليكني جاي. طلع كتير مهضوم أستاذ سلطان بالحركة اللي عمله، يعني الكل كان بحاجة لهالرحلة. أي والله تعرف تعبنا كتير بالشغل، يعني اشتغلنا فترة طويلة وكنا عن جد بحاجة لبريك، نسينا حياتنا. أي والله نسينا حياتنا، حتى الرحلات أنا كنت نسيانتها تماما. آخر رحلة رحتها بتذكر كنا بالمدرسة. بس حلوة الرحلة، بتسلى الواحد، وأحلى شي فيها من نمات تلاقي كل هالناس تحكي على كل الناس. تذكر مرة طلعنا رحلة جلنا شلة رفقات، في واحد من رفقاتي أنا كتير بحبه، كل الوقت عم يقول لي بدي أحكي معك بموضوع بدي أحكي معك بموضوع، عم أنا شو فكرت إنه هو معجب برفيقتي وبده يقول لي يعني لحتى أنا ضبطت الأمور بيناتهم. طلع لا، معجب فيني إيه. قال لي أنا من زمان بدي أحكي معك وما عم بعرف كيف بدي أقول لك. عم أنا بصراحة ما عرفت شو بدي أقول له، يعني تلبكت لأنه هو مثل أخي يعني. المهم بعدين زعلنا
الأساس الواحد يا بده يكون رفاقات يا بده يكون بحب الثاني، ما بمشي حال هيك. قبل ما نبلش بأي شيء شو منقول؟ يا عيد سلطان يا عيد سلطان يا عيد سلطان. أهلا وسهلا. صباح الخير عمي. صحة وهنا. صباح النور. صباح. بونجور. شكرا. ما قدرنا نحكي انا وياك هلا. بشو؟ شو بشو؟ امبارح اتفقنا انا وياك نحكي من بعد العشاء. عجقة كتير حتى نحن ما صحنا نحكي. انتو؟ لا انا قصدي نحن يعني نحن انا وياك ما صحنا نحكي. مو انت قلت لي امبارح بدنا نحكي المساء ما صحنا. بتعرفي شو عم فكر؟ انه يا ريت يروحوا الكل ونضل انا وياك لحالنا. نقعد بنحكي بعدين بتبوسيني مرة تانية. على فكرة ما لازم نضل تستناني انا لحتى بعدين. عم تلعبي بالناس؟ شو بده يصير يعني نحترق؟ رح تندمي. كم ما انت رح بوسك. شو لوين؟ اهلين رامي. ولا شيء داخل ايه؟ قلت بهرب بروح بتغدى. يلا بروح معك. الا اذا رايح مثلا ديت او مع حدا. لا لا ابدا. يلا نروح سوا. سما رايحين نتغدى بتروحي معنا؟ انا شو فيكي صفانتي؟ رايحين نتغدى بس مش رح ناكل مجدره اكيد. لا لا مو هيك بس عندي شغل. انا كنت بس نازله اتمشى شوي وبعدين ارجع اطلع. خلص بعدين. يلا مرة تانية لك. يلا باي باي. باي باي باي.